أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من سمعي وبصري وكلامي وفؤادي يا الله يا نستغفر الله لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم صلى الله على النبي محمد خير الورى خاتم الرسل شافيع الأنام بدر التمام نور تجلى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى وعلى آله وصحبه ذوي التقى اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله ربنا
على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا. نحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون لرضا الله تعالى ورسوله ثم إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدي أبي عبد الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ثم إلى أرواح جدنا وجداتنا لهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.